خلينا بقى نروح نتكلم عن مباراه الاهلي وسان داونز يوم السبت اللي جاي. طبعا مباراه مهمه ومباراه قويه. الاهلي خدوا راحه النهارده من التدريبات، ان شاء الله بكره الفريق سيعود ليبدا رحله الاستعداد لهذه المباراه الهامه جدا والصعبه جدا. من هنا لغايه يوم السبت هفضل اقول هذا الكلام، ان شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع ان نفوز في هذه المباراه ونعوض الخساره اللي تعرضنا ليها امام الهلال بالنسبه طبعا للبطوله الافريقيه علشان ندخل ان شاء الله المنافسه من جديد. ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نصل للمباراه النهائيه مره اخرى ويجي لنا جوابات، بس يا رب ما تتحطش في الدرج برضو والحاجات اللي حضراتكم عارفينها دي، ولكن ما فيش بقى جوابات لانه المباراه السنه دي النهائيه ان شاء الله لو قدر للنادي الاهلي ان يصل هتبقى على مباراتين. لكن نرجع مره اخرى لمباراه الاهلي وسان داونز، مواجهة ما بين فريقين كبيرين، دائما مثل هذه المواجهات بيكون فيها ندية وإثارة كبيرة جدا. تخيل حضرتك أن الفريقين دول اتقابلوا 12 مرة، الأهلي حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل الفريقين في 4 وحقق سان داونز الفوز في 3 مباريات. عموما خلينا نطلع نشوف تقرير عن تاريخ مواجهات النادي الأهلي وسان داونز ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى. ديربي المتعة والإثارة والندية، ديربي شمال قارة إفريقيا وجنوبها الذي يجمع بين الأهلي وسان داونز في المواجهة التي تحمل رقم 13 في تاريخ مواجهات الفريقين في بطولة دوري أبطال إفريقيا التي يتربع الأهلي على عرشها بعشر مناسبات سابقة. يمتلك المارد الأحمر أفضلية تاريخية في مواجهاته أمام سان داونز، حيث تقابل الفريقان في 12 مناسبة كانت السيادة فيها للقلعة الحمراء بتحقيقه الفوز في 5 مباريات وحسمت نتيجة التعادل في 4 مناسبات بينما أخفق في 3. التقى الفريقان لأول مرة في نهائي عام 2001 في ذهاب نهائي دوري الأبطال. صائد البطولات سيد عبد الحفيظ نجم الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي بالنادي أول من سجل هدفا في تاريخ لقاءات الفريقين في جنوب إفريقيا ليسهل بهذا الهدف مهمة زملائه بلقاء العودة في القاهرة ومن ثم التتويج باللقب حينها بعد الفوز بثلاثية دون رد سجلها صائد اللحظات السعيدة خالد بيبو مهاجم الأهلي السابق الذي يعد الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 3 أهداف ليقود الفريق الأحمر لحصد نجمته الإفريقية الثالثة في تاريخه حينها. يتصدر الفريق الجنوب إفريقي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط جمعهم من الفوز على كل من الهلال السوداني بهدف دون رد والقطن الكاميروني ب3 أهداف لهدف بينما الأهلي صاحب الأرض والجمهور يحتل المركز الثالث في المجموعة دون نقاط بعد خوض لقاء وحيد أمام الهلال السوداني الذي تعثر فيه وله مباراة مؤجلة أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركة الأهلي في مونديال الأندية. المارد الأحمر متسلحا بأرضه وجماهيره العظيمة سيرفع شعار لا بديل عن الفوز في الديربي الذي ينتظره الجميع في البطولة المفضلة عند جماهير وعشاق القلعة الحمراء المتربع على عرشها للسير بخطى ثابتة نحو اللقب 11.